لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في صحيفة البصائر، مع بداية شهر رمضان معاناة أهالي مخيمات النزوح في العراق تتفاقم. في صحيفة المدى، هيومن رايتس ووتش، مقترح حكومي لحجز 280 ألف شخص من عوائل داعش. في الشرق الأوسط، بومبيو من بغداد، إيران تصعد أنشطتها بشكل مبالغ فيه. في صحيفة العرب اللندنية، تنامي نفوذ الحشد الشعبي يهز ثقة واشنطن في عادل عبد المهدي. في العربي الجديد، إيران تعلن تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي. في صحيفة الحياة، تصعيد القصف على شمال غربي سوريا ومطالبات دولية بحماية المدنيين. وفي صحيفة القدس العربي، المجلس العسكري السوداني أحد خياراتنا الدعوة لانتخابات مبكرة. السلام عليكم. تسعى القوى السياسية وزعماء الميليشيات في العراق لإطلاق حزمة من الوعود للإصلاح أو الإعمار أو لمكافحة الفساد مع اقتراب فصل الصيف المثير للقلق بعد تجربة الاحتجاجات الشعبية التي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا وازدياد النقمة على المافيات التابعة لولاية الفقيه. حامد الجيلاني يرى في صحيفة العرب اللندنية أنه لا توجد حركة بإمكانها تصحيح كارثة مرجعية النظام السياسي للاحتلال الأمريكي إلا بإزالة آثار الاحتلال، وأولها التغلغل الإيراني في العراق. مضت سنة على الانتخابات البرلمانية وأكثر من نصفها على تشكيل حكومة عادل عبد المهدي دون الاتفاق على تسمية 4 من الوزراء لمناصب الداخلية والدفاع والتربية والعدل. ذكرى استهلاك السنة الأولى من الدورة الانتخابية الجديدة يبدو أنها نبهت كتلة سائرون لتوقع حدوث تغييرات واضحة في الخارطة السياسية في تحسب لارتفاع درجات حرارة المناخ مع ارتهان الكهرباء لمساومات دولية هي الأخرى في أقصى درجات توترها. الحكومة أبرمت عدداً من العقود مع شركات فاعلة في قطاع الطاقة، بما يشير إلى الهدر في الأموال المخصصة لهذا القطاع طيلة سنوات حكومات الاحتلال، تداركاً منها لمسؤوليتها بوضع جدول زمني لإبراء ذمتها من التقصير. صورة الكرسي الهزاز لمنصب رئاسة الوزراء تداعب مخيلة الكتل السياسية وأحزابها، وتعطي الانطباع باحتمالية التقلبات في الشأن السياسي وارتباكه، بما لا يدع مجالاً لعادل عبد المهدي غير البحث عن داعمين لا تخطئهم العين في وضع العراق الحالي بوجود كتل برلمانية أعلنت صراحة موقفها العقائدي بالولاء للنظام الإيراني في كسر العقوبات الأمريكية أو في استعدادها للذود عن ولاية الفقيه ضد أي هجمات أمريكية على أرض العراق أو خارجها. الكاتب يرى أن الميليشيات هذه المرة ومعها شخصيات مختلفة ستصعد على ظهر التظاهرات والاحتجاجات في أي مدينة عراقية لتصل إلى تنفيذ مآربها وسياساتها في المرحلة المقبلة على صعيد القرار الداخلي خدمة لمصالحها أو في رؤيتها للتصعيد بانتظار العاصفة التي ستجتاح النظام الإيراني وأذرعه، وهي عاصفة من المؤكد إن وقعت فإنها لن تترك إيران على حالها. كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن الأسباب التي دفعت واشنطن إلى نشر حاملة طائرات وقاذفات سلاح الجو في مياه الخليج العربي، وأشارت الصحيفة إلى أن تهديدات إيرانية جديدة كانت سبب هذا القرار المفاجئ، فقد أكدت معلومات استخباراتية أمريكية وجود نشاط جديد من جانب القوات المتحالفة مع إيران في العراق منذ الجمعة الماضية، هذا بالإضافة إلى مخاوف جديدة من المجاري المائية التي تعمل بها القوات البحرية الأمريكية. الصحيفة أشارت إلى أن المسؤولين لم يقدموا تفاصيل محددة عن التهديد الذي تشكله القوات الإيرانية أو الميليشيات الشيعية العراقية التي لها علاقات مع طهران، في وقت رفض المتحدث باسم التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة في العراق
العقيد سكوت رولنسون رفض التعليق على طبيعة التهديدات. وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قد أعلن الأحد الماضي عن تحركات جديدة للقوات الأمريكية في مياه الخليج العربي، وقال في بيان له إنه تم نشر حاملة الطائرات إبراهام لينكولن لإيصال رسالة واضحة إلى طهران مفادها أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو مصالح حلفائها سيواجه بقوة لا هوادة فيها. وترى الصحيفة أن تأكيد نية إيران ووكلائها شن هجمات على القوات الأمريكية في العراق لابد من أنه سيثير مزيدا من الأسئلة بين الزعماء السياسيين العراقيين بشأن إمكانية محاولة إدارة ترامب استخدام وجودها العسكري لتعزيز أجندتها ضد طهران. وتنقل الصحيفة عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين البارزين قولهما إن المعلومات الاستخباراتية الجديدة أثارت مخاوف بشأن الحرس الثوري الإيراني وأنشطته في العراق. وتختتم الصحيفة بالإشارة إلى ارتفاع مستوى التوتر الذي يبدو دائما أنه موجود بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة، ولكنه ازداد سوءا منذ أن صنفت إدارة ترامب الحرس الثوري الإيراني على أنه منظمة إرهابية، ومنذ أن فرضت على طهران عقوبات إضافية. في تغريدة له على موقع تويتر، اعتبر وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شانهان أن نشر حاملات طائرات أمريكية في منطقة الشرق الأوسط هو رد على مؤشرات حول وجود تهديد جدي من قبل قوات النظام الإيراني. مصطفى فحص يرى في صحيفة الشرق الأوسط أن رسالة واشنطن واضحة لطهران بأن مخططات الاحتكاك غير المباشر عبر الوكلاء فقدت جدواها، وأنها ستتحمل مسؤولية أي رد فعل أو أي فعل عدائي يقدمون عليه ضد الولايات المتحدة أو ضد حلفائها في المنطقة. عمليا نجحت واشنطن حتى الآن في تنفيذ خططها، فقد قطعت الطريق على رهانات طهران في الاتكال على دور أوروبي يساعدها على تخطي العقوبات المالية المفروضة عليها، كما أن واشنطن لم تتراجع عن أي شرط من الشروط الاثني عشر التي وضعها وزير خارجيتها وطلب من طهران تنفيذها قبل الجلوس على طاولة المفاوضات. فعليا بعد دخول قرار تصفير صادرات إيران النفطية حيز تنفيذ وتعالي أصوات التهديد من طهران بضرورة الرد الاستراتيجي على القرار الأمريكي والحديث عن إغلاق مضيق هرمز وضرب المصالح الأمريكية في الخليج العربي، ردت واشنطن سريعا بتعزيز قواتها العسكرية في البحر المتوسط وبحر العرب بقطع بحرية عسكرية رادعة ليس لطهران قدرة على مواجهتها أو حتى الاحتكاك بها، ما أسقط من يدها الخيار العسكري الذي لوحت به مباشرة بعد الثالث من مايو أيار. وهذا ما عبر عنه بشكل واضح مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الذي أكد أن هدف بلاده من نشر حاملة الطائرات وقاذفات القنابل هو إرسال رسالة واضحة لا لبس فيها إلى النظام الإيراني مفادها أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو على مصالح حلفائها سيقابل بقوة لا هوادة فيها. الكاتب يرى أن الحشود الأمريكية العسكرية الضخمة في الشرق الأوسط ضد إيران ترفع ظاهريا احتمال اندلاع مواجهة عسكرية بين الجانبين، ولكنه عمليا قد تدفع طهران إلى إعادة حساباتها إذا اقتنعت بمخاطر الاحتكاك الخشن مع واشنطن التي قرعت طبول الحرب جديا هذه المرة كآخر فرصة من أجل إجبار إيران على قرع طبول المفاوضات. قال صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن إيران تعتزم خرق بعض بنود الاتفاق النووي الموقع معها عام 2015، ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين أوروبيين إن إيران تعتزم التخلي عن إجراء ضمن الاتفاق النووي ردا على العقوبات الأمريكية الجديدة، وهي خطوة قد تؤدي إلى مزيد من التوترات خاصة بعد أن أرسلت إدارة الرئيس ترامب سفنا حربية إلى الخليج العربي لردع أي هجمات إيرانية محتملة. الصحيفة نقلت عن دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى قوله إن المسؤولين الإيرانيين يفكرون في الانسحاب الجزئي من بعض بنود الاتفاق النووي التي وضعت شروطا صارمة مؤقتا على مجموعة واسعة من أنشطة إيران النووية. وتابع المسؤول
أن مثل هذه الخطوة قد تشمل تكثيف البحث في أجهزة الطرد المركزي التي يمكن أن تنتج بسرعة أكبر يورانيوم عالي التخصيب، المكون الرئيس لتوليد الطاقة النووية وإنتاج الأسلحة النووية العسكرية، مشيرا إلى أن هناك خيارات أخرى من شأنها أن تذهب إلى أبعد من ذلك. في حين أوضح دبلوماسي أوروبي آخر بحسب الصحيفة الأمريكية أنه إلى الآن لا يعرف هل قرار إيران في هذا الجانب نهائي أو أنه غير نهائي. وتقول الصحيفة إن مثل هذه الخطوة ستكون أقوى رد فعل من إيران حتى الآن على سلسلة من الإجراءات الأمريكية الرامية إلى تكثيف الضغط على طهران. كما تشير الصحيفة إلى أن الدبلوماسيين الأوروبيين يسعون جاهدين إلى إنقاذ الاتفاق النووي بعد قرار الرئيس ترامب قبل عام الخروج منه، ومن بين تلك الجهود البحث عن آلية لتخفيف الضغط الاقتصادي على إيران. وتنقل الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي إن مسؤولين إيرانيين كبارا أبلغوا نظراءهم الغربيين أن إيران ستعلن قريبا عن تدابير انتقامية ضد الولايات المتحدة في عقاب قرار واشنطن إنهاء فترة الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول. ويبدو أن طهران تعيد النظر في تقييم مشاركتها بالصفقة النووية، حيث يشعر الإيرانيون بالضغط على اقتصادهم بسبب العقوبات التي بدأت تؤثر بعمق في الداخل. الشعب الجزائري بصدد صنع الواقعة التاريخية التي تسوغ له استعادة السلطة الفعلية من بقايا النظام، ففي جميع الأحوال النظام الذي كان قائما قبل 22 من شباط 2019 لم يعد يمتلك الشرعية اللازمة لمواصلة حكمه إلا بالقدر الذي يتنازل عنه أو عنها تباعا إلى الشعب. نور الدين ثينيو يقول في صحيفة القدس العربي إن الشعب الجزائري اليوم في حالة سيادة يمارس السياسة كفعل مطلق، فهو يؤسس لنظام آخر غير الذي عاهده الجزائريون قبل 22 من شباط الماضي. هذه الحقيقة يجب أن تفهم من قبل بقايا النظام وكذلك من قبل الحراك نفسه. فبنية بقايا النظام قيد التحلل، ويتلاشى نفوذه لصالح الإرادة الشعبية، المرجع الأخير والعالي لتراتبية السلطات في الدولة والمجتمع. وعليه فيجب على الحراك أن لا يفقد للحظة واحدة الوعي بسلطته الفعلية التي يقرر بها مصير الشعب والنظام معا. من جملة النقاط التي يجب أن توضع على بعض الحروف أن بقايا النظام وما بقي له من نفوذ وسطوة هي مجرد استعراضات عارضة يودع بها النظام ويحتم على الطرف الشعبي أن يواصل توسيع دائرة وجوده. وتقرير ما يكون عليه وضع الجزائر ما بعد واقعة إسقاط نظام حكم القوى غير الدستورية وسدناتها من ممثلي الأحزاب الموالية وأذنابهم. وفي خضم هذه الجدلية، أي جدلية استعادة السلطة من جانب وفقدانها من جانب آخر، يكون الحراك على أعلى درجات الوعي بأن لا يترك لبقايا النظام أي اعتبار أو سلطة يدخل بها كطرف أصيل في عملية ترتيب الأوضاع لما بعد عهد الاستبداد الدستوري. فالجيش باعتباره آخر بقايا النظام ليس له إلا مرافقة الشعب في إرساء معالم الدولة المدنية الديمقراطية، حيث تعود السيادة للشعب، وفي الوقت ذاته لا يفقد الجيش المؤسسة العسكرية. وبحسب الكاتب فإن المماطلة والتسويف والإرجاء إلى مواعيد لاحقة لا يمكنها أن تتحقق، فهي ليست في صالح قيادة الأركان لأنها تعرض النظام إلى التآكل الداخلي، خصوصا مع تراجع في الإقبال على موعد الانتخابات التي عبثا يحاول بقايا النظام أن يجريها في موعدها في الرابع من تموز المقبل. يظهر المشهد الليبي أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تتلقى دعما كبيرا من عدة أطراف دولية وأقليمية تقاطعت مصالحها في خدمة مشروعه السلطوي خلال هذه المرحلة من الأزمة الليبية الممتدة منذ عام 2011. حسان الأسود يرى في صحيفة العربية الجديد أن هناك أطرافا دولية كثيرة فاعلة في ليبيا يتصدرها الفرنسيون، ويشكل دعمهم السياسي والعسكري عاملا مهما ليس في معركة طوفان الكرامة فحسب، بل وعلى مستوى تمدد دور الجنرال خليفة حفتر. الصراع على منابع النفط بين الأطراف الداخلية وداعميها من الخارج
لا يختزل وحده الحالة الليبية، فمشكلة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط والتي تتحمل إيطاليا أكبر أعبائها في المرحلة الأولى من وصول المهاجرين، كذلك موضوع محاربة الإسلام السياسي وتدخلات دول عربية في الصراع انطلاقا من مواقفها المختلفة من ثورات الربيع العربي، تشكل جميعها مؤثرات مهمة تساعد على استدامة الأزمة وتعقيد وصولها إلى حل قريب. ولا يمكن تعليق حالة الفشل الليبي بالكامل على الأطراف الدولية المتصارعة، فالقوى الداخلية لم تستطع أن تنجز الحد الأدنى من التفاهمات التي يمكن البناء عليها لتأسيس دولة مدنية موحدة. وفي هذا الإطار لا يمكن إغفال الطريقة التي تم بها تشكيل المجلس الوطني الانتقالي، فبسبب عدم وجود آليات واضحة لتمثيل كل القوى الثورية فيه، وبسبب عدم قبول الأطراف المتعددة بنسب تمثيلها فيه، تأثرت فعالية هذا المجلس وتعثر أداؤه، كما كان لغياب مؤسسات الدولة ولضعف الوجود منها دور بارز في تعطيل عملية الانتقال السياسي بعد إسقاط نظام القذافي. ولم تكن نشوة التحرر من الدكتاتورية والروح الوطنية الثورية العالية كافية لسد النقص الهائل في البنى المؤسساتية وفي الوعي بضرورة التوافق بين جميع الأطراف المتصارعة. الكاتب يختتم بالقول إن الانقسام المجتمعي القبلي والجهوي والتدخلات الخارجية هي من أوجدت من حيث النتيجة هذا الواقع الليبي الممزق، والذي ينبئ بمزيد من التشرذم والانقسام والحروب البينية الطاحنة، وينذر أيضا بإسقاط حلم الليبيين بالوصول إلى دولة مدنية ديمقراطية موحدة بالحوار بين الأطراف المتصارعة، بدلا من استعمال السلاح قوة وحيدة لحسم القضايا العالقة والخلافية بين أبناء البلد الواحد. يرجى من مشاهدي قناة رافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر سهيل سات وفق التردد الجديد 1730 أفقي، إضافة إلى التردد الحالي على القمر نايل سات 12380 أفقي. لم يرقى للمدرس العراقي المتقاعد خميس علي رؤية العشرات من الطلاب يضيعون أوقاتهم في اللعب في الشارع أو في ألعاب الحاسوب، فبادر إلى افتتاح فصول تقوية يومية مجانية لهم في الهواء الطلق على نفقته الخاصة. وقال موقع الجزيرة نت إن ما بين 40 و50 طالبا التحقوا بالصفوف الدراسية اليومية التي ينظمها المدرس المتقاعد في الشارع المقابل لمنزله في مدينة كركوك شمال بغداد، وتستمر طوال العام الدراسي في البلاد. وبدأ علي البالغ من العمر 70 عاما التدريس للطلاب قبل شهر واحد، وقال إن الأفضل لهم الانضمام إلى الفصول اليومية المجانية والاستفادة من أوقاتهم. وأشاد والد أحد التلاميذ بالدروس التعليمية قائلا إن الأجواء فيها أفضل من القيود في المدرسة التي تفرض نوعا خاصا من الملابس فضلا عن ضغط المعلم، مشيرا إلى أن التلاميذ يكرهون القيود في المدرسة إما بسبب التدريس وإما بسبب الروتين القوي. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.